التنافس الرياضي والثقافي مساء أمس بمقر النادي حفلا ختاميا لأنشطة المركز الصيفي الأول التابع للنادي، حيث تضمن برنامج المركز عددا من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية والتي من شأنها أن تنمي قدرات ومواهب المشاركين. وفي بداية الحفل ألقى السيد عباس علي محمد كلمة. أيها الأخوة الأفاضل، في بداية كلمتي أود أن أعطيكم فكرة موجزة عن إقامة مشروع المركز الصيفي. بدأ التفكير في المشروع من قبل مجموعة خيرة من شباب المنطقة واضعين نصب أعينهم استغلال وقت الفراغ القاتل والممل للطلبة خلال فترة العطلة الصيفية التي دامت أكثر من 3 شهور، ونقلوا مشكورين تصورهم واستعدادهم إلى مجلس الإدارة الذي بارك لهم توجههم الخير ودعمه ماديا ومعنويا. كما يطيب لي في هذا السياق بادئ بدء أن نوضح لكم الهدف الذي أقيم من أجله هذا المركز، حيث ارتأت مجموعة من المدرسين بمشاركة ودعم من النادي العمل على حفظ التلاميذ في هذه العطلة الصيفية من الضياء والتسكع في الطرقات، وبالتالي نسيان ما تعلموه في العام الدراسي المنصرم، وحرصا من الجميع للاستفادة طرحت المواد الأساسية المرتبطة بالمنهج مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات. بعدها قامت إدارة النادي بتكريم المدرسين الذين ساهموا في دروس التقوية التي أقيمت خلال المركز، وكذلك الطلبة المتفوقين، كما تم عرض بعض الفقرات الفنية والترفيهية خلال الحفل.